مساء الخير حبابي، ان شاء الله الجميع بخير. احب ارحب بكم وكل متابعين وياي من البدايه ومتابعين الجدد، انا هلا بكم. اليوم الفيديو مالتنا ان شاء الله راح يعجبكم، بيها اشوتين كلش حلوه راح تحبونها وتستفادون من عندها، وان شاء الله تشوفون الفيديو للنهايه. وباذن الله اذا حبيتوا لا تنسون اللايك ومشاركه الفيديو. اليوم الفيديو مالتنا مثل ما تشوفون هاي اللقطات اللي بالبدايه، راح اسوي لكم همبرجر جدا بسيطه وحلوه وتنفع تخلونها يعني باي مناسبات، بالاشياء مثل سفرات عندكم طلعات. ونفس الوقت راح اسوي لكم هاي العشوه الطيبه وصير غدوهم صدر الدجاج، شلون تستفادون عنده وتتبلونه وتسوونه باسهل ما يكون بهاي الطريقه البسيطه. هسه بدايه اول شيء هنا اليوم روتينا مال يوم الجمعه، سويت هذا السمك غسلته ونظفته، يعني خليت لكم مقتطفات بسيطه من عندي. والحشو مال طريقة هذا السمك انا اشوي دائما بالفرن، ما ناكله من برا نهائيا، سمك السمتي. بس اليوم جبناه صغار، جابوا ابو بنونه، فسويتهم هذول الاثنين سمكتين وشويتهم طلعوا يجننون. والحشو موجود الخلطة مالته على قناتي، اذا تحبون اخلي لكم الرابط. وبعدين من خلصنا نظفنا كالمعتاد، دائما من ناكل السمك وهي اكثر البيوت العراقية لازم نغسل المطبخ ويتعطر ويتخلى على كلور، اهم شيء الكلور والمواد التنظيف اللي بيها عطر. وبعدين نخلي البخور ونخلص تنظيف. حتى البرده مالت المطبخ غسلتها ايضا، تحتاج كوي. ومسحت الطباخ ونظفته، وان شاء الله هسه راح نكمل وياكم باقي فقراتنا وتستفادون منها. راح اشوفكم طريقه الهامبرجر اللي اسويها بطريقه جدا بسيطه، يعني كلش بسيطه، ما تتعبكم وما تحتاج هواي مكونات ومقادير، كلش سهلة خاطر تسوونها وتنطون رايكم بيها. هنا أنا طبعا بخرت البيت دائما يوم الجمعة، مو بس يوم الجمعة، احنا دائما ابو بنونة يحب البخور، دائما نبخر البيت، يعني كل ما نخلص تنظيف نشغل المبخرة نخلينا فحمة ونشغلها ونبخر البيت. وهذا الديكور مالتي سويته هسه، اخر ديكور هسه هذا صورته لكم البارحة. ومثل ما حكيت لكم شوفوا هسه هنا هاي الهمبرجر شكل بسيطه. هنا أنا عندي تقريبا كيلو لربع لحم، راح اخلي لها حبه بصل موجوده، قطعوها شلون ما كانوا وخلوها. وعندي شويه فلفل بالثلاجه، خليت قطعه جدا صغيره فلفل بارد، وخليت ملعقه وسط من البهارات مالت الهمبرجر، وخليت هاي هنا أنا عندي صمونه وملح وخليتهم. الصمونه طبعا اختياري، صمونه هاي الكهربائيه تقدرون تنقعونها بالماء وتقدرون تخلونها هيك شوي اللحم، وتخلون وياها تقريبا 3 اخواشيق ماي بارد ويا الهمبرجر، وانتم تخلطون بيها على مود تصير يعني تلزم، تصير عجينه حلوه. واذا عندكم شحم خلوا وياها قطعه صغيره من الشحم، ما عندكم خلوا ملعقتين زيت ضروري على مود ما تصير كلش يابسه جافه. فانا عندي هاي القالب مالت الجسمه اللي اسوي بالهمبرجر، بس انا سويته بالكوب هذا شفتوا صارت بهالشكل هذا. سويتها وجبتين طبعا، وجبه سويت لهم سندويشات واكلوها بسرعه، والوجبه الثانيه سويتها وخليتها على جهه. المهم حاولت اصور لكم يعني ما البقى، لان كانوا جوعانين سويت لهم سندويشات، فهذا اللي قدرت اصوره. هسه تشوفون شكله باللفه السندويش، تقدرون تخلون مايونيز، تقدرون تخلون اجبان وتسيحونها بالمايكروف تطلع تجنن بهالشكل هذا. سويتها بالقلايه الهوائيه، جدا جدا بسيطه وما اخذت من عندي وقت تقريبا، يعني ما طولت حتى 7 دقائق. وتخلون شويه زيت على الوجه، مو هواي، مثل ما حكيت لكم لازم تخلون لو زيت لو تخلون وياها شحم قليل، يعني جدا قليل، شيء بسيط راح يصير عندي بهالشكل هذا الطعم مالتها تجنن. المكونات جدا بسيطة، قليل من الثوم اللي شفتوه راوتكم اياه المهروس، ثوم، بصل، ملعقة واحدة من البهارات مالت اللحم او بهارات الهمبرجر، ملح، شوية زيت الزيتون او شحم، وصمونة، وتخلطونها وتصير عندكم تجنن. تخلونها اقراص تسوونها على الطريقة اللي انتم تحبونها، وتخلونها 10 دقائق ترتاح بالثلاجة، بعدين تبلشون تسوونها. هاي الطريقة اللي هسه راح احكي لكم عليها تفيدكم، عشوه كلش طيبه. واذا جاكم خطار مستعجلين وما عندكم وقت، دائما خلوا لكم بالثلاجه صدور دجاج متبلينها ومخلينها، طبعا تتبيله حسب الذوق، وموجود عندي على قناتي عده تتبيلات. تقدرون تخلون ثوم، تقدرون تخلون روب، خال، ليمون، اي نوع انتم تحبونه بالتتبيل، بهارات الدجاج، كل شيء كل شيء تخلونها تتبل
يوم كامل بالثلاجة، وبعدين تجيبون هاي مات اللي نسوي بها سياح، أنا هاي أسوي بها سياح، تخلونها على الطباخ تخلونها تصير حارة، تمسحونها بقليل من الزيت وتخلون قطع شيش طاووق أو قطع التكة بهالطريقة هاي. بس تاخذ كل تقريبا كل وجه تاخذ دقيقتين وبعدين نقلبها، راح يصير عندنا ولا أروع، طعمها يجنن. أنصحكم تجربون هاي الطريقة للأشياء، وتنفع جدا جدا، تنفع للضيوف. إذا جاج ضيف ومستعجلة سووا هاي الطريقة، راح تخلصين بسهولة وبسرعة، ما يطول عندك العشاء. هسه تو تشوفون هيك، بس هي طعمها يجنن ومستوية، لأن أنا خليتها ليلة كاملة بالثلاجة تتبيلتها، وبعدين خليت لها شوية ملح، رجعت ملحتها وضفتها، خليتها هنا على هاي الصاجية. هاي كلش حلوة، أنصح كل وحدة ست بيت تخليها من هاي الصاجية، هاي مات السياح يعني جدا مفيدة. أنا دائما أسوي بها السياح اللي هو النون الصبح يومية، يعني أسويه ويا البيض، لأنه هاي الفترة ممنوع عنا الجبن، لأن جاي أخذ علاج، فالجبن ما يصير ويا العلاج مع رجلي، قالوا له يتعارض وياه ويتأخر يعني العلاج مالته. فظليت يومية أسوي له بيض، يومية شكل ترتيب بيض وأسويه سياح. شوفوا هنا بهالطريقة هاي، أنا طبعا سويت وجبتين، وجبة كلوها الأولاد، وجبة سويتها لبو بنونة، قلت من يرجع من الدوام، لأن هو ما يأكل هناك بالدوام، فيجي هنا ينام ويقعد يصلي، يعني هو يوصل لنا العصر كلش، ومن يقعد يصلي يأكل هاي الوجبة الرئيسية مالته. فخليت وياه خضروات وهاي الطماطة الحلوة الكرزية، وأي طماطة تقدرون تخلونها، وبصل، أي خضروات تقدرون تشوفونها هنا على هاي الصاجية. شوفوا شوفوا شلون مستوى ما شاء الله، طعمه يعني ما أحكي لكم. فتشي ويعتمد على التتبيلة مالتكم، أنتم أي تتبيلة تحبون تخلونها، مثل ما حكيت لكم موجود على قناتي عدة تتبيلات، وإذا تحبون هم أكتب لكم بأول تعليق التتبيلة المكونات مالتها اللي خليتها للدجاج، إن شاء الله راح أكتبها لكم بأول تعليق. شوفوا أحبابي، يعني ما شاء الله الطعم والشكل، فتشي يعني حتى أبو نونة ما يحب الجاهز، يعني قبل فترة اضطريت وديت لجاهز من المطعم من يمنا قريب علينا بالطويسر، فما كله أبد نهائيا، ما بس ذاقه قال هذا، يعني بس ذوقه قال أبد ما أحبه، مو طيب، لأن ما نعرف شنو التتبيلة مالتهم أو شنو مسوينه، بس ما تلبيت. شوفوا شلون طلع، سويت له بهالشكل هذا أبو بنونة، خليت له ترتيب الخضر، رتبتها بهالطريقة هاي، وخليت عليها الدجاج، التكة مالت الدجاج أو شيش طاووق شو يسمونه أنتم، هو كلها نفس الشيء، يعني هو كله دجاج تكة. وهنا أنا خليت وياه، قدمت وياه الخبز والبيبسي واللبن، وخيرات رب العالمين، وعدي بسوي سلطة على جهة بس ما طالعة بالتصوير، كلش حلو. أحبابي إذا وصلتوا لهنا لا تنسونا بدعم القناة، اللايك ومشاركة الفيديو ويا أهلكم وصديقاتكم، وأنا ممنونة من عندكم. طبعا الطباخ كلش تلعوس، يعني صار هيك مثل ما تقولون بعد دهن وهاي يطفروا، فشنو صار عندي؟ قلت لازم أشيل هذا، حتى السليفون أنا شنو بخليه سليفون، شلت السليفون ونظفته كله تنظيف جيد. وهسه هنا أنا طبعا راح نوصل نهاية الفيديو، هنا أنا رحت لأهلي، ما شاء الله تبارك الرحمن، أخوي أبو فاطمة ما قصر، ربي يحفظه، ما شاء الله خيرات رب العالمين، سوى ثواب للرسول. وإحنا كنا أنا وخواتي معزومين هناك، وهاي أختي هم جايبة مندي الله يحفظها، وإخواني ومرت أخوي ما قصرت، ما قصرت أبدا، ربي يعطيها العافية والصحة ويحفظ لها زوجها، الحمد لله. هاي كانت الدونة وسويتها مرت أخوي، شوف هذا أخوي جاي يقدم لنا، فكانت اللمة كلش حلوة، وقينا ليلة، وثاني يوم رجعنا أخوي كل وحدة لبيتها. ومنونة من عندكم أحبابي، أترككم في رعاية الرحمن، ربي يحفظكم، وإن شاء الله دوم مجتمعين ويا أحبابكم وأهلكم، وماكو أحلى من العائلة والخوات والأهل. مع ألف سلامة.